اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. مع اسرار الحياه بنتعلم وبنستفيد سر من اسرار الدفء الموجود معانا. حلقتنا النهارده هتتكلم عن الاكسسوارات، بس مش اي اكسسوارات، هتتكلم عن الاكسسوارات الهاند ميد. طبعا زي ما عودناكم المصداقيه في البرنامج، مش اي بيدج بنجيبه، لا ده البيدج ليه مصداقيه كبيره جدا. النهارده هنتكلم عن اكسسوارات الهاند ميد مع استاذه هاجر عاطف ابو ليلى، صاحبه براند بوبو جاليري. هتكلمنا عن الاكسسوارات الهاند ميد، عملتها ازاي، الخامات والماتيريال بنفس المصداقيه اللي بتوصل للعميل. طبعا انا مش هطول معاكم في المقدمه، ارحب طبعا بصاحبتي وصديقتي استاذه ايه. صباح الخير يا استاذه ايه. استاذه هند، صباح النور على الساده المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. خليني ارحب بضيفتنا المميزه وشغلها المميز. صباح الخير يا استاذه هاجر، اخبارك؟ ده حاجة بسيطة فيك يا أستاذة هاجر، والله عايزين بس حضرتك تعرفي نفسك أكتر للسادة المشاهدين. أنا هاجر عاطف ليلى، مصممة الإكسسوارات الهاند ميد، صاحبة براند بوبو جاليري، متخصصة في شغل الإكسسوارات ومط الإكسسوارات عامة. طبعا عندنا تشكيل سلك النحاس والأحجار. طبعا شغلي بيعتمد بالأخص على النحاس، سواء نحاس مطلي فضة أو ذهب. الحمد لله متواجدين داخل القاهرة وفي أنحاء الجمهورية، عندنا وكلاء خارج مصر، الحمد لله متواجدين حاليا في قطر، ان شاء الله قريبا جدا في السعوديه والامارات بمشيئه الله. تمام. هاجر معلش خليني برضو يعني نبذه بسيطه كده، سنك صغير جدا على اللي انت بتعمليه. هو انا صراحه جد احنا دخلنا على الصفحه بتاعتك، يعني احنا فكرنا حد كبير، شفناكي كميه الريفيوهات اللي موجوده على البيج، ما شاء الله عليكي. كنا متخيلين ان هيجي لنا بقى يعني اكبر كده. انت طبعا كبيره في المقام، بس الفكره في الشغل. ربنا يخليكي. الحكايه دي هوايه ولا دراسه؟ هو الموضوع ده هوايه من وانا صغيره. عندي هوايه ان انا اشتري اكسسوارات طبعا. فلما كبرت كبر الموضوع معايا جدا، فبدات كل ما بنزل بشتري اكسسوار اروح البيت على طول افكه واغيره، اعمل ديزاين تاني مختلف خالص. فبدا جوزي يقول لي لا انت لازم تشتغلي في الموضوع ده، وبدا يشجعني. حقيقي كنت الاول متردده جدا، بس هو فضل ورايا لا لازم تجربي ونشوف اقبال الناس هيبقى عامل ازاي. بدات الاول بجروب صغير، عملت تصميمات الحمد لله جابت اعجابات كتيره جدا من الناس. اول قطعه عملتها الحقيقه القطعه اللي هي النحاس اللي فيها موف الاكسسوار ده، بقى له 5 سنين او اكتر. الحمد لله جاب اقبال كتير من الناس، والحمد لله توفيق من ربنا، بقت الصفحه بتاعتنا براند وبقت موجوده ومنتشره الحمد لله. لا هو شغلك ممتاز. لا هو الشغل جميل صراحه. هو اهم حاجه عندي المصداقيه والخامه والفينش. طبعا الفينش بيفرق معايا جدا جدا طبعا. اكيد. استاذه هاجر، الموضوع ده هوايه ولا دراسه؟ لا هو حقيقي هوايه بجد. هوايه والله. هوايه ويطلع الشغل لا انا بشتغل هاند ميد من اي تو زد، كل حاجه بايديا طبعا. مفيش حد بيساعدني. تمام. بنقي انضف الخامات واعلى الخامات، علشان طبعا يكون ده مصداقيه للصفحه بتاعتي. تمام. يعني انت يا هاجر من كلامك افهم ان انت بتعملي الحاجه دي مش بتشتريها فقط؟ لا لا لا، كل حاجه بإيديك. كل حاجه طبعا، مسامير، كل حاجه بعملها تفصيله من اصغر حاجات صغيره، وانت اللي بتجمعي الشكل كده. ما عنديش قاعده اللي الاحجار تركب مع العقيد بس او كده، لا انا بدخل كل حاجه. المهم عندي الشكل النهائي يديني عقد وشكل ليه قيمه ويكون مميزه ومختلفة. يعني اكسسواراتنا مختلفة عن اللي موجودة في السوق الحمد لله. تصميمات فعلا مختلفة. بشتغل في كل حاجة. طبعا عندنا هنا برضو تصميم، اشتغلنا في البامبو في تشكيله كسلاسل للبنات اللي هم بتوع الجامعات. امسكيها كده يا هاجر ورينا للسادة المشاهدين شغلك الجميل الروعة. يعني ده ما شفناش الشغل ده قبل كده. لا هو حقيقي ده جلد. طبعا يبقى ماشي مع بنات الجامعة جدا والبنات الصغيرة. احنا بنجيب ده بيتعمل في ورشة تبعنا. تمام. انا بشغل كل ده، الخرز بشغله، بلزق كل ده، انا بصممه على ايديا طبعا. تمام. هنا برضو دي كل حاجه بتيجي فاضيه، انا اللي بعمل كل ده فيه. طبعا شغل النحاس انا بحبه جدا، بدات اتطور من النحاس شويه. طبعا ده عقد نحاس من عين الهره. عين الهره دي حجره مميزه جدا بالنسبه لنا. حاولت ان انا ما احطوش في سلسله، حاولت ان انا اعمله في جلد، وجلد برضو مميز وليه استرس، فالخامه والشكل بيختلف جدا في الجوده. هنا برضو النحاس ده بيجي، العقد النحاس ده بيكون فاضي خالص، ده كله شغل نحاس مجدول. ده كله مجدول هنا بنبدله احنا اللي بنعمله، هو بيجي الشاسيه فاضي احنا اللي بنصممه وبنعمله طبعا. بس على موضوع هوايه
دي هوايه وهوايه وهوايه يعني ما شاء الله الحاجات جميله والتصميمات جميله وخصوصا اللي انت بتنوعي في الاشكال مش هي نفس الاشكال لا اللي لا طبعا موجوده. احنا عندنا هنا طبعا بندخل الاحجار مع العقيق مع اللولي عندنا برضو النحاس يعني شوفي اكتر من تصميم للنحاس عندنا هنا ده ورقه شجر طبعا ده عقد حجر لابس من الاحجار الكريمه جدا ده عقيق كله عقيق طبعا ده اكسودايت انواع جديده نازله في السوق مع الهيماتايت ده طبعا صدفه مع الهيماتايت واللولي وكسر حجر طبعا عندنا العقد الثاني ده روز كوارترز مع هيماتايت دي من الاحجار اللذيذه جدا العقد ده بصراحه خد مني وقت ان انا اصممه واطلعه بالشكل ده لان بيفرق معايا الفينش في الاخر طبعا نهايه العقد مش بتحط فيها اي سلسله لازم تكون مطليه فضه او طبعا ما العميل ما بيحب تكون مطليه ذهب علشان الجوده والمصداقيه بتاعه البراند بتاعنا دي اهم حاجه بالنسبه لي تمام الحمد لله عندنا كل تصميم طبعا المحجبه بيرسمها طبعا الاسوره والخاتم تمام الغير محجبه بيرسمها الحلق طبعا اكيد عندنا هنا برضو مفيش حاجه اسمها ان انا بس بعتمد على الاحجار او النحاس دخلت الذهب الصيني وبعض الاكسسوارات اللي موجوده الحلقان برضو من البامبو هنا ده عقد عقيق اونكس من العقيق طب استاذنك بس يا هاجر بس فاصل هنطلع بس فاصل ونواصل ان شاء الله فاصل ونواصل ان شاء الله ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام ولسه مكملين مع قائده من قواد الاكسسوارات الهاند ميد استاذه هاجر قبل الفاصل كنا حضرتك برضو بتكلمين عن شغل حضرتك فتفضلي عندنا برضو بنستخدم اللولي الطبيعي طبعا استخدمت هنا لولي طبيعي مع صدف باطار فضه العقد الثاني اللي هو اللون روز دخلت فيه العقيق اللي هو الروز كوارترز طبعا تمام عندنا هنا الحلقان بتبقى شاسيه فاضي احنا بنجدلها بالمنظر اللي انت شايفاه ده الاسود والاحمر والثاني يعني كل حاجه بحب اللي انا اصممها بنفسي اهم حاجه برضو عندي الفينش اهم حاجه عندي العميل لما يشوف الحاجه يكون هي نفس الشكل اللي موجود على البيتش بتاعنا اهم حاجه المصداقيه والمصداقيه طبعا اهم حاجه يعني بالنسبه يعني هاجر انا الحاجه اللي بطلبها نفس الحاجه اللي انت مصوراها طبعا نفس احنا اكتر الفيديوهات اللي بتجينا اللي احنا ظلمنا العقد بالتصوير بصراحه بيقولوا العقد احلى من التصوير واحنا اصلا في البدايه اصلا تعاقدنا مع اكتر من شركه شحن متواجدين داخل القاهره طبعا بيكون التوصيل خلال 48 ساعه خارج القاهره بيكون 3 ايام اللي هو في المحافظات بيكون 3 ايام شركات الشحن دي مهمه جدا جدا احنا متعاقدين مع اكتر من شركه شحن سرعه التواصل مع العميل يعني اقصى حاجه من 3 ايام لاسبوع وحاليا ما بيحصلش الاسبوع ده بيبقى 3 ايام بس فاكتر حاجه بتعجبني بصراحه الريفيوهات اللي هم بيعملوها والكلام اللي هم بيقولوه على المنتج في البدايه عملنا برضو لان المنتج بتاعنا ما كانش مشهور جدا احنا بقالنا حوالي دلوقتي اكتر من 5 سنين فكان الناس بتخاف من الاونلاين هو الاساسي كانت الناس بتخاف من الاونلاين جدا عملنا خدمه اللي المندوب يروح للعميل بالمنتج بتاعنا يشوفه لو هو مش مطابق للمواصفات والشكل اللي معاه بيرجعوا تاني فالحمد لله ما بتحصلش وبيجي لنا ريفيو اللي هو معجب بالحاجه جدا الحمد لله يعني مش موقف رخم كده اللي هو اطلب الاوردر وفي الاخر لا 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 انا كنت ببقى خايفه من ردود الافعال بصراحه بتعجبني فيهم جدا وبشكرهم على ثقتهم فينا بصراحه وفي البراند بتاعنا لا ما انت شغلك ممتاز مفيش كلام بجد ما شاء الله الفينش كويس والماتيريال والخامات احنا اهم حاجه الفينش والماتيريال واهم حاجه القطع بتاعتنا مختلفه يعني بتبقى مميزه بالنسبه للي لابساها بصراحه ايوه انا اهم حاجه اللي يكون لابس العقد بتاعي او بتاع البيتش بتاعنا حاسس بحاجه مختلفه وحاسس برقي في لبس العقد بتاعه تمام استاذه هاجر في مشكله بقى احنا بنواجهها وانتوا اكتر حاجه مشكله الوان بيس ايه حكايه بقى مشكله الوان بيس دي حقيقه الوان بيس دي سببت لي مشاكل كتير جدا على الصفحه انا ما بنزل بكوليكشن جديد بقول يا جماعه الكوليكشن ده لو خاص بالاحجار هي وان بيس بس قطعه واحده فقط لان انا طبعا خصوصا العقيد مفيش قطعه تانية بتبقى شبه التانية زي العقد اللي انا لابساه صعب جدا ان انا الاقي نفس الخرزه او نفس الدرجه ونفس التصميم ونفس الديزاين فانا ممكن اعمل للعميل هو نفس التصميم بس هيجي يبص طبعا يشوف الدلايه اللي في الاخر اللي هي الحجره اللي موجوده مثلا في دي مثلا او في الشكل ده مش هي نفس اللي موجوده في العقد اللي طبعاً. موجوده يبقى انا كده خسرت مصداقيه القناه بتاعتي وكده طبعا عدم ثقه فانا بقول وان بيس فقط يا جماعه لان هو العقد بيتعمل مره واحده بس اكيد في ناس بتزعل يعني بيزعلوا جدا وببقى بحاول ارضيهم باي شكل وبفهمهم الموضوع تعملي كذا شكل منه بعمل كذا شكل وبيبقى هو ليه حريه الاختيار طبعا
بس لازم يكون في مصداقيه. اه بيبقى في يعني لازم اخيره يا جماعه هو ده نفس الشكل، بس طبعا بتبقى مثلا من هنا الدوران بتاع الدلايه من هنا مش مظبوط، بيبقى مختلف. فصعب ان انت تلاقي نفس الشكل في الاحجار. اكيد. هاجر، بما انك بتعملي كل حاجه بايديكي، اه عقد زي اللي جنبك ده ياخد قد ايه معاكي؟ ده اه ده بياخد مني حوالي ساعه ونص. ساعة ونص؟ ده اليوم كله، عايز اليوم كله اصلا. لا لا لا، ساعة ونص. ليكي حد بيساعدك ولا انت بتساعدي؟ لا لا، انا بساعد نفسي بنفسي. مفيش فريق عمل معاكي؟ لا، هو في فريق عمل طبعا مسؤولين على الصفحة بتاعتنا. هم متواجدين بيردوا على مدار 24 ساعة. ما رديتيش انتوا؟ لا، احنا ال 24 ساعة متواجدين، سواء الوكلاء بتاعنا خارج القاهرة، خارج مصر موجودين وبيردوا، سواء داخل مصر بنرد طبعا. حتى رقم التليفون بتاعي انا برد بنفسي على التليفون. جميل. لان ساعات العميل بيكون محتاج بعض التفاصيل عن التصميم معين او حاجه بيبقى عاوز يسال، فبضطر انا ارد عليه علشان يبقى مطمئن طبعا للمنتج اللي هو بيشتريه. اكيد طبعا. اكيد. استاذه هاجر، ايه بقى الجديد اللي حضرتك ناويه تعمليه الفتره الجايه؟ هو ان شاء الله المفاجاه الجديده ان شاء الله اللي هيبقى فيه كوليكشن جديد كابلز للام والبنت بنفس الاحجار والعقوده والسلاسل. أكيد. شامل كل حاجه من موضه الاكسسوارات ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يا هاجر صفحتك جميله وشغلك جميل، ومهما اتكلمنا يعني مش هنقدر نوصل اللي احنا عاوزينه. معانا مداخله تليفونيه. استاذه ريم، الو. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. ازيك يا استاذه ريم؟ الحمد لله بخير. عايزين نعرف بقى رايك في شغل استاذه هاجر. انا بجد من اكتر الناس اللي معجبه بحاجات الاستاذه هاجر. انا حاليا متوظف في مصر، ولما كنت بنزل اجازه كنت دايما بدور على حد بيبيع اكسسوارات، لحد ما عرفت براند بوبو جاليري، اتعاملت معاهم وبجد حاجتهم تحفه قوي، خامه وفينش حلو جدا، مصداقيه يا ريم، خامات عاليه قوي، وفرحت جدا لما لقيت البراند. الحمد لله. ارتحتي في المعامله بقى معاهم؟ المعامله جميله جدا، خدمه التوصيل تحفه، والحاجة أحلى من الصور بكتير، يعني فوق ما نتوقع. تمام تمام. يعني حضرتك الحاجة بتجيلك في ميعادها؟ أيوة طبعا. أنا حاليا متوظف في مصر، بس أنا لما بسافر قطر لقيت المنتج موجود هناك عندنا، فرحت جدا لما أنا بشوفه، لأن شفته على كذا حد. الحاجة هي هياها، نفس المنتج ونفس الجودة، والخامة تحفة، مفيش فيها أي تعليق خالص. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا استاذه، اشكرك، الف شكر. ربنا يخليك يا رب. الحاجات اللي بتفرحني جدا بصراحه. دي الحاجات طبعا يا استاذه ايه بتفرح الناس لما يشكروا في شغلها وتعبها، على الاقل بتحس ان تعبها ما راحش على الفاضي. بجد شغلها يستاهل، ما شاء الله عليك. وانت كل حاجه بتعملها طبعا ما كناش وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي حقيقه. بس كمان المصداقيه يا حضرتك برضو. انا اهم حاجه عندي اللي هو العقد بيبقى متكلف في شغله، بس بيدي شكل ممتاز، بيعيش فتره اطول طبعا. حاجتنا ما بتاكسدش وما بتغيرش اللون الحمد لله. تمام. بما انك قلتي بقى متكلف، اه بتلاقي يعني مقابل للتعب ده كله؟ والله انا كعامل مادي او عامل معنوي؟ يعني بصي هقول لك على حاجه، هو انا الفكره بالنسبه لي، يعني الكل بيقول لي ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، بس انا الفكره بالنسبه لي ان انا عاوز المنتج بتاعي يبقى منتشر جدا. مش بصل الناحيه الماديه خالص خالص. انا اهم حاجه عندي ان المنتج بتاعي يبقى موجود ومنتشر، فدي برضو من المشكله اللي مقابلاني شويه. يعني نفهم ما فيش ناحيه ماديه قوي؟ لا لسه حقيقي لسه طبعا. واحده المصداقيه اهم من الناحيه الماديه طبعا. لما تلاقي الناس كلها عايزه ده اهم حاجه، الفلوس دي اخر حاجه الواحد يبص لها. طبعا برضو لما تلاقي تعبك كله يعني حد بيشكرك يعني على التعب. يعني الحمد لله اسعارنا في متناول الجميع. ممتاز. والحمد لله البيدج بتاعنا شامل كل الاعمار، من اول امهاتنا طبعا للسن اللي هو الصغير بتاع الجامعه. كل السن موجوده عندنا الحمد لله، مناسب كل الاعمار طبعا. بس برضو المداخله جت برضو نسينا، ايه اللي حضرتك هتعملي الفتره الجايه؟ احنا هنعمل ان شاء الله كوليكشن جديد للكابلز، الام والبنت زي ما احنا قلنا. هيبقى طبعا الام والبنت هيلبسوا نفس نوع الاكسسوار، سواء خناخيل. معانا مداخله، معلش والله. استاذه علياء، ده مش هنجاوب عليه شكلك. الو. استاذه علياء، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم. منورين اسرار الحياه فن. تسلمي. عايزين بس راي حضرتك في شغل استاذه هاجر. جميل جدا. انا اتعرفت على الحاجات دي كانت من واحده صاحبتي اصلا، كانت طالبه منهم على البيج بتاعتهم من البراند، فانا لما شفت الحاجه عليها عجبتني جدا وطلبت من البيج بتاعتهم.
ممتاز، يعني حضرتك شغلهم كله ممتاز اكيد. انا كنت قلقانه جدا من الفينش ان الحاجه تيجي مش زي الصور، بس حقيقي بجد الصور ظالمه الحاجه جدا. لا هي لسه استاذه هاجر كانت بتقول والله نفس الكلام ده. ايوه هي الحاجه جميله جدا. تسلم ايد استاذه هاجر بجد. تسلم يا فندم، تسلم. شاكرين جدا لزورك. نرجع لسؤالنا. تاني السؤال. طبعا الكوليكشن هيبقى شامل طبعا اساس نظارات الاطفال، اساور، خلاخيل، عقوده. نظارات يعني سلاسل نظارات روعه هتبقى طبعا للاطفال، خصوصا طبعا اللي احنا داخلين على الصيف طبعا. فكوليكشن هتبقى الام زي البنت بالظبط. تمام تمام. طب ده حلو جدا، يعني انا البس وبنتي نفس الستايل. طبعا نفس الستايل ده حلو جدا يعني. ما شاء الله عليها، شغلها ممتاز. طبعا حضرتك بتشتغلي في كل المحافظات. طبعا. يعني اسكندريه بيطلبوا بقى في محافظات بتطلب منك اوردرات، ولا هو بس مختص القاهره ودمياط؟ لا احنا كدا. جميع المحافظات زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا شركه شحن مغطيه جميع المحافظات وانحاء الجمهوريه. طبعا كل المحافظات بتطلب مننا. ايوه الحمد لله. طيب. يعني الفتره الاخيره دي جميع المحافظات بتطلب مننا الحمد لله. هاجر، في مقوله بتقول وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. واكيد وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم. جوزي طبعا بشكره ان هو السبب في الموضوع ده، اللي هو فضل ورايا يشجعني. تعبان معايا بصراحه في الموضوع ده، دايما بيشجعني على الموضوع ده، وانا كنت خايفه ومتردده جدا. هو فضل ورايا، لا ما تخافيش حاجتي الجميله. ففعلا كلامه طلع صح في الاخر. اكيد بيديكي بوزيشن على الاقل. طبعا. ازاي يا هاجر بتعرفي توفقي ما بين بيتك وشغلك؟ والله حقيقه اللي مساعدني في ده جوزي وولادي. طبعا انا عندي اطفال صغيرين، ف مسؤوليتهم كبيره. طبعا المدرسه وغير كده مسؤوليه البيت. فبحاول ان انا اخد يومين، يعني مثلا في الاسبوع بشتغل مثلا يومين، باخد منهم خلال يومين دول مثلا 3 ساعات بفضل في ورشتي، ما بطلعش منها ورشتي. دي جزء من البيت الا ما بخلص الشغل بتاعي. طبعا بتقدري تردي بقى على طبعا برد اكيد على العملاء. برد، موجوده ال 24 ساعه برد. الرسائل طبعا ناس متخصصين بيردوا عليها. اما بالنسبه للتليفون انا برد بنفسي. هاجر، ايه اول حاجه عملتيها؟ هي الاسوره اللي هناك دي بقى لها اكتر من 5 سنين. لا اللي هي النحاس اللي فيها فيروز. دي الابيض. اول حاجه انت عملتيها اللي هي الذهبي اللي فيها فيروز، اللي هو تاني واحد تالت واحده من هنا من الستاند. لا تاني ستاند تحت. تمام. من هنا. امسكيها حضرتك. لا هو ممتاز بجد، شغله ممتاز. يعني دي اول حاجه انت عملتيها؟ اول حاجه ابتديتها، اول حاجه بدات فيها صراحه، ولقيت اقبال عليها كبير جدا. هو بدايتك كان من بيت زوج حضرتك ولا من بيتك اساسا؟ لا من بيت زوج حضرتك. يعني ابتديتي من بيت زوجك؟ ممتاز. اصل انت بتقولي الموضوع ده هوايه. هو هوايه من وانا صغيره بحب اشتري الاكسسوار وعينه. لما بدات اكبر، لا انا مش عاجبني التصميم ده، بفنشه تاني وابدا اصممه بتصميم تاني مختلف خالص. طب حلو جدا. بتنزلي يا هاجر تجيبي الماتيريال وفي دماغك التصميم، ولا بتنزلي تجيبه وبعد كده تعملي التصميم؟ لا انا بنزل وانا واقفه في المكان ببص على الحاجه اللي انا محتاجاها وبتخيلها، بروح طبعا افنن فيها. الموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل، يعني انا الموضوع مش سهل تصمم اشكال مختلفه. أكيد. لا مش سهل. دي ديزاين تاني خالص، مجهود وحاجه بجد. هو مجهود طبعا، بس انا ببقى مبسوطه جدا وانا بعمل كده. يعني هو مجهود ووقت وبياخد مني وقت طويل جدا، بس ببقى سعيده بصراحه. هاجر، ايه اول بقى مشكله واجهتك في الشغل الاونلاين؟ في اكيد يعني لكل مشروع في سلبياته وإيجابياته. لا هو في الاونلاين اللي الناس كانت بتبقى خايفه زي ما انا قلت لحضرتك، اللي هي تاخد المنتج وما يطلعش هو نفس اللي موجود على البيتش بتاعنا. تمام. فبدانا اللي احنا عملنا طبعا الخاصيه، اللي هو يا جماعه خدوا المنتج وبعد كده حاسبوا المندوب وانتوا واقفين معاكي 10 دقائق، شوفي المنتج نفس اللي موجود على البيتش بتاعنا ولا لا. فدي طبعا اول مشكله قابلتني. لكن في مشكله في البدايه كانت مقابلاني، اللي هي الخامات. انا باخد الخامه بجربها على نفسي اكتر من مره علشان اضمن الجوده بتاعه المنتج بتاعي، اللي هي ما تاكسدش ولا تغير لون. ففضلت اعمل كده فتره طويله جدا. اول ما بلاقي المنتج معايا سليم وما بيغيرش لون، ببدا انزله على طول في السوق. ممتاز. عشان احقق المصداقيه للصفحه بتاعتنا طبعا. بس وقت ومجهود وتعب، ايه اللي خلاكي يعني مين اللي اداكي الفكره ان انت تشتغلي في حاجه زي دي؟ والله انا زي ما قلت لحضرتك هوايه، وطبعا الفضل لجوزي هو اللي مشجعني على الموضوع ده. أكيد. كل اللي حواليا طبعا اخواتي ومامتي وبابايا كلهم بصراحه. يعني بس متعبه شويه. متعبة. هي متعبه جدا يعني، وبتاخد وقت ومجهود. من وجهه نظرك مش اي حد يتعلمها ولا اي حد يشتغل فيها؟ لا هو لو عنده هوايه وحابب يتفضل يدخل فيها طبعا. هي حاجه ممتعه للي بيشتغل فيها. يعني انا بالنسبه لي ما بحسش اللي هو تعب.
على قد ما بحس ان هو مبسوطه ان انا بشتغل في حاجه انا حباها ومبسوطه فيها. في الشغل أكيد. الحب في الشغل اللي اكيد طبعا بتنسي انت الوقت معايا يعني انا ممكن اقعد 5 ساعات هتدي اكتر على قطعه واحده اللي انا بفنش اكتر من حاجه ومش تعبانه يعني انا حابه كده اللي انا افضل قاعده واشتغل براحتي المهم اطلع حاجه مميزه وتصميم مختلف. طيب احنا عايزين بقى نصايح للمشاهدين عشان ازاي يلبسوا الاكسسوارات دي ويحافظوا عليها. اولا الاكسسوار بتاعنا لازم نتحافظ عليه اللي هو على ابسط الامور على الستاند بتاع الاكسسوارات ما كانش يبقى علبه ابسط شيء جدا كيس صغير يتحط فيه الاكسسوار احنا ما بيكون عندنا ذهب طبعا بنحافظ عليه مش بنرميه في اي مكان فلازم الاكسسوار طبعا تتعامل معامله الذهب والحاجات دي طبعا كل ما هتحافظي عليها كل ما هتعيش معاكي اكتر لان العقوده بتاعتنا طبعا في سلك واير معمول بيها متين لو انت جيتي ورميتيه كده خلاص اتلعبك وباظ هتفكيها ازاي فكده شوهتي منظر العقد بتاعك ومش ما استفدتيش منه حاجه هجر ما بتاثرش بالميه يعني لو مسحته بميه الحمد لله عندنا هنا النحاس بليمونه او كربوناته بيلمع تاني طبعا عندنا في شغل مطلي ذهب طبعا لما العميل بيطلبه لانه بيبقى مكلف بيطلبه بنعمله طبعا احنا عندنا الاكسسوار بيبقى 3 انواع اكسسوار عادي وطبعا خامته بتبقى عاليه جدا مش بيغير لون ولا بيتاكسد الحمد لله تمام. وده اللي مشهور عندنا في الصفحه وعندنا الاكسسوار فضه ومطلي ذهب يعني بنطلي فضه وبنطلي ذهب يعني جميع انواع الاكسسوارات عند حضرتك كل حاجه انا ما فيش مثلا لو مثلا انا موجوده بشتري دلوقتي منتجات ولقيت سلسله مطلعينها من الذهب الصيني وعارفه ان خامتها كويسه جدا استحاله اسيبها لازم اروح وافنن فيها واشتغلها بشكل جديد وتظبطيها طبعا اضيف ليها ما هو انا هاند ميد يعني لازم تشتغلي من اي تو زد يعني لازم تضيفي ليها وتخلي ليها منظر وشكل طبعا اكيد انا شايفه ان شاء الله عليكي يا هاجر بجد شغلك ممتاز وانت عامله انا بصي مدخله في السلاسل كمان طبعا بصي تلاقي الحاجه مختلفه عن اختها مش كل حاجه لا ما فيش عندنا تصميم واحد احنا عندنا اكتر من ديزاين الحمد لله الحمد لله. وطبعا مدخلين لولي طبيعي طبعا في الاحجار معانا لولي الطبيعي طبعا طالع موضه جدا حتى في شغل الخلاخيل عاملين لولي طبيعي احنا متوفر عندنا انسيالات وخلاخيل سلاسل كل حاجه متوفره عندنا في الصفحه بتاعتنا هي صفحتنا بتضم برضو مط الاكسسوارات عامه كل ما يخص الاكسسوار تشكيل سلك النحاس بالنسبه لي مهم جدا في تصميم الخواتم من البراند بتاع طبعا تشكيله الخواتم برضو انا اللي بعملها على ايديا انا اول مره فعلا اشوف خواتم كده هو انا زي اللي انا لابساه طبعا ده عقيق حجر عقيق طبعا الستايل بتاعها واحد لكن لا الفكره مختلفه طبعا الفكره كل خاتم ليه فكره وكل خاتم ليه حجر مختلف طبعا ما بيقعش بقى يا هاجر لا اصفى ده في جربيه حضرتك لا جربيه ولا بيتاثر بالميه يا هاجر لا ده نحاس ده نحاس بتلمعيه بطريقه سهله جدا في البيت طبعا النحاس كل ما بيقدم كل ما بيكون ذو قيمه يعني النحاس من اهم المنتجات طبعا اللي بالنسبه لي في الصفحه بتاعتي جدا النحاس ما بيغيرش خالص وطريقتها بصي في اللف الحاجه وطريقتها احنا اهم حاجه عندنا الفينش بصراحه يعني الفينش لازم يكون مطابق للصوره اهم حاجه بالنسبه لي طبعا الفينش لان الفينش ده اهم حاجه لمصداقيه البراند بتاعنا طبعا طبعا اكيد بقى في اي مناسبه بتلاقي الهدايا لازم بقى استاذه هاجر في اي مناسبه لازم الحاجات دي تبقى منتشره طبعا عندنا عيد ميلاد عندنا كده الحمد لله انا اكتر برضو المحافظات اللي بشتغل فيها جدا جدا محافظه دمياط سواء من اكتر الناس اللي بيشتروا مني في محافظه دمياط والمنصوره عامه في اسكندريه الحمد لله متنشرين وموجودين في كل مكان داخل القاهره يعني حاجه توصلي في كل المحافظات مش محافظه معينه لا وقتنا بس للاسف جري طب موضوع التواصل بس بسرعه كده التواصل لحضرتك حضرتك احنا عندنا البيج بتاعنا على الفيسبوك والانستجرام ورقم التليفون طبعا موجود كل ده موجود بس هقدر بقى للساده المشاهدين عايزين يشتغلوا في المجال بتاعهم يتفضلوا طبعا بس اهم حاجه يراعوا ضميرهم واهم حاجه المصداقيه انا بس حابه اشكركم طبعا واشكر واشكر فريق العمل اللي شغال معايا بصراحه اللي بيرد على التليفونات وكلائنا خارج مصر بشكر اخواتي وخصوصا اخويا الكبير على دعمه ليا دايما وبشكر والدي ووالدتي واولادي طبعا وبشكركم ربنا يخليكي يا هاجر اشكرك واتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق ميرسي شرفتيني يا هاجر ونورتي اسرار الحياه ربنا يخليكي ميرسي الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله في برنامج اسرار الحياه